اقتراح سحب جنسية وزيرة نمساوية سابقة بسبب علاقاتها مع روسيا. النمسا تتخلف عن ركب المساواة بين الرجل والمرأة. دراسة جديدة عن التطرف توضح أن المتطرفين هم أقلية صغيرة. النمسا تتصدر أوروبا في معدلات التضخم بسبب السياحة الباهظة. تغريم شرطي نمساوي 8000 يورو بسبب تجاهله مكالمة استغاثة. وضبط 90 حيوانا زاحفا بقيمة 47000 يورو في مطار فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. طرح السفير النمساوي السابق في موسكو إمكانية سحب جنسية كارين كنايسل وزيرة الخارجية السابقة بسبب علاقاتها المشبوهة مع روسيا. وقد تم تعيين كنايسل في قيادة مركز دراسات حكومي روسي متخصص في سياسة الكريملين بالشرق الأوسط. وفي نفس الوقت تفكر الانتقال إلى روسيا، وهناك رأيان مختلفان بشأن إمكانية سحب الجنسية، حيث يعتبر بعض الخبراء أن القانون غير واضح في هذا الصدد، بينما يرون آخرون أنه من غير المرجح سحب الجنسية منها. تراجعت النمسا إلى المرتبة 47 في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة بسبب انخفاض نسبة الوزيرات في الحكومة وعدد النساء في البرلمان. وتراجعت النمسا 26 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يستغرق 131 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. ويعزى تراجع النمسا إلى التوزيع غير المتوازن في المناصب السياسية ونقص النساء في البرلمان، فيما تطالب المنظمات باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين في النمسا. حللت دراسة جديدة بعنوان التطرف والهجرة حالة 4 مجتمعات في النمسا، وتوصلت إلى أن التطرف ليس ممثلاً للمجتمعات المهاجرة، وأن المتطرفين دائماً أقلية صغيرة وصاخبة. وأشارت الدراسة إلى وجود عناصر جهادية في بعض المجتمعات، وحذرت من العنف المحتمل بين الشباب في التداخل بين القومية والإسلاموية. واستعرضت الدراسة أنشطة الحركات المتطرفة اليمينية والإسلاموية في المجتمع، وأوصت بتبني نهج متفرد، وحذرت من توجيه شبهات عامة لجميع المجتمعات. تصدرت النمسا أوروبا في التضخم بنسبة 9% في مايو مقابل 6.1% في ألمانيا و 2.2% في سويسرا. ويرى المواطنون في النمسا أن حجم التضخم الحقيقي هو 19.5% أكثر من النسبة الرسمية. ويعود الاختلاف في التضخم للاختلاف في سلال التسوق والقطاع السياحي النمساوي، حيث أن انخفاض التضخم في سويسرا يعزى لقوة الفرنك السويسري والدخل المرتفع، ويلاحظ المستهلكون زيادة أسعار السلع والخدمات المتكررة، مما يؤدي إلى اعتقادهم بارتفاع التضخم. حكمت محكمة في فيينا بتغريم شرطي نمساوي بمبلغ 8000 يورو بعد تجاهله مكالمة استغاثة من امرأة تعرضت للطعن. وتم انتقاد الشرطي بسبب سلوكه غير المهني واللغة الغير لائقة، وقد تعرضت المرأة للهجوم من زوجها السابق، فيما تلقت المساعدة بعد تواصلها مع شرطي آخر، وتم تبرئة الشرطي من تهمة التقصير الجسيم والحرمان من مهام الاستجابة للطوارئ. وحسب القانون لا يمكن نقل الشرطي من عمله بعد فرض الغرامة إلا طوعا، وتمت إدانته في محكمة الانضباط فقط. ضبطت الجمارك النمساوية في مطار فيينا 90 حيوانا زاحفا قيمتها تصل ل 47000 يورو في حقائب مسافر قادما من إثيوبيا. تمت المصادرة في 23 من مايو، حيث حاول المسافر التشيكي تجنب التفتيش ولكن تم القبض عليه، وتم رعاية الحيوانات التي كانت تعاني من الجفاف بعد نقلها في حديقة حيوانات فيينا. وتتضمن المجموعة 85 حيوانا زاحفا وثعبانين وعقربين، فيما زعم المسافر أن الحيوانات كانت لتغذية ثعابينه. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.